من المقامات التي جعلها الله لمحمد وآله وهو مقام الوسيلة والشفاعة، فلم يكن ليعطى لأي أحد إلا لمن ارتضاهم الله وهم محمد وآل محمد. فعلا، فحينما يريد الإنسان الوصول إلى الله وحينما يريد أن يحظى بالقرب من الله لا يمكن له ذلك إلا من خلال أهل بيت العصمة. ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم، ولا فرق الله بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم يهتدي بهديهم ويسير بسيرتهم، واجعلنا من الثابتين على ولايتهم في الدنيا والآخرة، ولا فرق الله بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أخي الوحي بن قاسم محمد. وفي مدح الإمام المولى علي بن محمد الهادي النقي أقول أفلح من يصلي على مولاي. يا أبا الحسن تم الهنا في يوم عيد الهادي في الميلاد وعمت الخيرات في كل المالا مذ صار نور حاق فيه بادي وازدهر الكون وفاحت العطور في النوادي. حبيبي رسول وازدانت الدنيا بخير زينة لمقدم الإمام ذي الأيادي إمام حق مجتبى من ربه يقود كل الخلق للرشاد وصي أحمد النبي المصطفى
من بعد سيد الورى الجواد يا حبيبي رسول خليفة الله على كل الملا رغما على الناصب والمعادي جلله الله العلي الأكبر وهذا من جلله الله أكبر بهيبة من نوره الوقادي حتى يكون حجة لله في جميع ما برى من العباد يا حبيبي رسول والنجيب والنقي المرتضى والعالم المؤتمن والهادي وهو الفقيه والأمين الطيب والعسكري سيد الأمجاد المتوكل على رب السماء في حربه للظلم والإلحاد يا حبيبي رسول والناصح القائم والمفتاح للعلم وللخيرات والسداد آياته قد ظهرت بين الملا وشاع فضله بكل المصطفى وآله في البدء والمعاد يا حبيبي رسول الله حافظ دين الله من كل أذى عن عبث الأشرار والأوغاد هادي الورى من الضلال للهدى رغما على الكفار والأعادي وحق للشيعة أن تعقد في مولده محافل الأعياد وتعلن الأفراح في ديارها بالبشر والسلام والوداد تشارك المهدي في سروره وتعلن البيعة في النوادي وتدخل البهجة في محفلها على حبيبها النبي الهادي وآله الأطهار سادات الورى خزان علم الله في البلاد.
الفرح تزهي وسمانا شيعة المصطفى بقوله سمانا لقدوم الهادي هنينا سمانا وجواد العترة بن خير البرية والله ولبنها مودتهم عسل عندي ولبنها ولبنات القدس بين لبنها سمانة بالشرف وضعت لبنها يشع نور مثل شمس المضية والله تعالوا تعالوا يا شيعة نعلن الفرحة تعالوا إلى اللي على البشر كلهم تعالوا ونفخر بالسعد علي تعالى وجمعنا مولد الها صلي على هادي الورى يا ربنا عاشر أهل البيت والهادي لنا صلي على هادي الورى عاشر أهل البيت والهادي لنا صلي يا ربي صلي على هادي الورى يا ربنا عاشر أهل البيت والهادي لنا صلي على هادي الورى عاشر أهل البيت والهادي قد سطعت أنواره في شهرنا وعمت البشرى علينا بالهنا وكيف لا وبان فينا سعدنا بحقه يا ربنا بارك لنا صلي على هادي الورى عاشر أهل البيت والهادي لنا صلي على هادي عاشر أهل البيت وفي رجب قد أشرقت أنواره في محفل الذكر سما فخاره وحبه أضحى لنا شعاره بحقه يا ربنا بارك لنا صلي على هادي عاشر أهل البيت فنسأل المولى بحق الهادي بفضله المعروف ذي الأيادي في حفلنا هذا وكل نادي بحقه يا ربنا بارك لنا صلي على هادي عاشر أهل البيت واكشف إله الحق هذه الغمة بجاه من هم سرجا للظلمة فإنهم باب الهدى والرحمة
بحقه يا ربنا بارك لنا. صلي عشر أهل البيت والهادي لنا، صلي على هادي عشر أهل البيت، واكشف إلى الحق عنا همنا، بجاه من هم سرج لدربنا، واكفي إلهي من شكا ثقل العنا، بحقه يا ربنا بارك لنا. صلي على هد عشر أهل البيت واكتب لنا فضل ثواب من ذكر أئمة الحق وهم اثنى عشر، فإنهم دعاة حق للبشر، بحقه يا ربنا بارك لنا. صلي على عشر أهل البيت، صلي على هادي الورى، اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر النور العظيم، نور سيدنا ومولانا الإمام الغمام المولى أبي الحسن علي بن محمد الهادي النقي عليه السلام ابن رسوله، حملت به سيدتنا ومولاتنا السيدة الجليلة سمانة، ولما أن تتابعت الليالي والأيام، وكان اليوم المبارك في الثاني من شهر رجب المرجب الحرام، وإذا بالأنوار قد سطعت إلى عنان السماء، كل ذلك من نور رسول. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد، واقضي بهم حوائجنا، وفرج به عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك، إلى أن كانت الساعة المباركة وقد حضرنا عندها نساء من بني هاشم، جلسنا من حولها وصرنا يؤنسنها ويحدثنها وهي لا تشعر بألم ولا وجع، وإذا بها قد وضعت بالإمام. أصلي وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا أبا الحسن يا علي ابن محمد، أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه، يا وجيهاً.
توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بكم إلى الله وقدمناكم بين يدي حاجاتنا. اللهم بحقه وبحق آبائه وأبنائه الطيبين الطاهرين عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه وتحت لوائه. من على جميع المرضى بالصحة والعافية، وعلى جميع الأسرى بالفكاك والراحة، سيما المنظورين، اكشف ما نزل بنا من هام يا رب العالمين. من كان في جمعنا هذا طالب حاجة، اللهم اقض حاجة وحوائج المحتاجين. فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اجعلنا في هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. بارك لنا في رجب وبلغنا شهر شعبان وبلغنا شهر الصيام في خير وعافية يا رب العالمين، إلى أموات المؤسسين وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات ولمن مات على الإيمان، سيما إلى أرواح العلماء والشهداء وإلى خدمة المولى بعبد الله الحسين وإلى من ليس له ذاكر يذكره من المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات أفضل الصلاة.